في ملفنا الجديد، أعلنت الحكومة عن استئناف عمليات إعمار والترميم بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المهمة. بنتابع هذا الموضوع. ينضم إلينا ناجح بكيرات، نائب مدير عام دائرة الأوقاف في مدينة القدس. أستاذ ناجح، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. يعني لو تطلعنا ابتداء على طبيعة هذه عمليات الإعمار والترميم بالمسجد الأقصى التي تقوم بها الحكومة الأردنية. يعني واضح تماما أن لجنة الإعمار والتي شكلت بعد حريق المسجد الأقصى المبارك أدت دور مهم جدا برعاية الحكومة الأردنية وبرعاية جلالة الملك المرحوم الحسين رحمه الله عليه، ثم متابعه جلاله الملك عبد الله الثاني. هذه اللجنه التي ادت دور مهم جدا كان فعلا غصه في حلق الاحتلال ان يشاهد ان المسجد القبلي بعد حريقه اي يعاد فيه الصلاه ويعاد فيه الحياه وتعاد فيه نفس الفسيفساء التي كانت موجودة، الفسيفساء الأموية والمحافظة عليها. أنت تعرف أن هذه المباني تعبر عن الحضارة وعن الوجود الإسلامي. أيضا لا تنسى أن كان الحريق قد أتى أيضا على سقف الأقصى القديم، وكانت هناك كوكبة من المهندسين الذين تبرعوا واشتغلوا ضمن طاقم مهم جدا، وكان هناك دور ايضا للمشاريع الهاشميه في اعمار قبه الصخره، ثلاثه مشاريع لهذه القبه، هذه الآدبة الخالده التي تعبر عن الرؤيه البصريه للهويه والثقافه، والتي حاول الاحتلال استهدافها كذا مره. حاول الاحتلال تعطيل هذه اللجنه وتعطيل حوالي 70 عامل فني ومهندس وطاقم من العمل اليومي المتواجد في ساحات المسجد الأقصى. أنت تعلم أن المسجد الأقصى بمساحة 144 ألف متر مربع، فيه حوالي 200 معلم طبيعة المسجد الأقصى، وكأنك تسير في متحف التاريخ. أنت تشاهد الحضارة الأموية والعباسية والسلجوقية، وتشاهد أيضا الحضارة الأيوبية والمملوكية والعثمانية. هذه الحضارات على مر الزمان، وأن تجد أن هذه المشاريع الهاشمية الأردنية التي استطاعت أن تحافظ على هذا الإرث، أنا أعتقد أن هذا يسجل دماء من ذهب. حاول الاحتلال اعتقال مدير مشروع الإعمار مرارا، حاول اعتقال أيضا عمال في الإعمار، حاول تعطيل، وصل في مرحلة من المراحل أن يمنع إدخال أي مواد. ولكن الحمد لله، يعني بفضل الضغوطات التي تمارسها وزارة الخارجية الأردنية وأيضا الديوان الملكي ووزارة الأوقاف الأردنية وكل الجهات المعنية ودائرة الأوقاف والثبات المقدسي الرائع من قبل العاملين الذين لم يغادروا مواقعهم، أدى إلى عمارة رائعة في المصلى المرواني. أنت أيضا تذكر أن المصلى المرواني حتى عام 1996 لم يكن فيه أي ترميمات، ثم ادعى الاحتلال بأن هناك خلخلة في جوانب المصلى المرواني، وفورا انتفضت نقابة المهندسين وبتوجيهات أردنية، وجاء طاقم من نقابة المهندسين الأردنية ووضعت الكوابل الحديدية، وكان هناك الحقيقة متابعة أيضا في مواضيع كثيرة جدا. في بعض المشاريع ما زالت الاحتلال وما زال الاحتلال يعني يعطلها، ولكن في الغالب مشروع فرش قبة الصخرة وترميمها وموضوع الإمدادات بالكهرباء، موضوع إضاءة القبة، مواضيع الإعمار في الفرش في كل مناحي الحياة، مواضيع أيضا نحن لا ننسى أيضا أن هناك كان إعمار بشكل كبير جدا في موضوع المكتبة وحركة يومية
لجامع النساء، المتحف، مركز تنميم المخطوطات، هناك جوانب مضيئة رغم كل الحصار التي حاول الاحتلال أن يحاصرنا فيه، إلا أن دائرة الأوقاف العامة بالقدس وبالتنسيق وبالتخطيط وبالجهد الأردني الرائع استطعنا فعلا أن نحقق إنجاز على أرض الواقع يشهد له العدو قبل الصديق. نعم، طيب يعني ما هي مؤامرات الاحتلال بخصوص عملية الترميم، ولماذا يحول دون إجراء هذه الترميمات؟ يعني أول إجراء أن الاحتلال يحاول أن يعطل أي ترميم، يعني هناك واضح يعني كان يعطل، وكثير من الأحيان يعطل موضوع الترميم لفترات قد تصل إلى شهر وقد تصل إلى شهرين. وناحية ثانية هناك بعض المشاريع ما زالت معطلة، يعني هناك البنية التحتية للمسجد الأقصى، مشروع هاشمي مرصود له ما زال معطل. هناك أيضا مشروع دورات للمياه في باب الغوامل ما زال معطل. هناك بعض المشاريع التي يحاول الاحتلال أن يعطلها. حاول الاحتلال أن يعطل موضوع تكحيل جدران المسجد الأقصى. هناك السقائل نصبت من عام 2010، ومن قبل ذلك 10 سنوات والسقائل منصوبة في الجهة الشرقية. الاحتلال أوقف هذا الموضوع. هناك موضوع أيضا ترميم باب الرحمة ما زال الاحتلال يعطل. إذا الاحتلال إما أن يعطل وإما أن يؤخر وإما أن يمنع إدخال مواد الترميم بحجج فارغة، ويريد أن يعطل الوقت، لا يريد لهذه المباني أن تأخذ نوعا من الاهتمام والروافد، لأن هذه المباني معظمها تعتمد على المواد العضوية، بمعنى أن ترميمها يحتاج إلى فنيين ويحتاج إلى مواد عضوية مهمة جدا، وهذه المباني أعمارها مئات وربما تصل فوق 1000 عام بعض هذه المباني، وبالتالي هي بحاجة إلى اهتمام بالغ. ترميم وراء ترميم، ترميم وراء ترميم إن لم تجد، فمعنى ذلك الاحتلال يعمد إلى أن تترك هذه المباني بدون ترميم حتى لا سمح الله تنهار لوحدها. وبالتالي أنا أعتقد أن محاولة محاصرة الاحتلال للدور الهاشمي الأردني في موضوع الترميم وغير الترميم هي محاولة بائسة ومحاولة خطيرة في نفس الوقت. دكتور ناجح بكرات، نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس، شكرا جزيلا لك. عفوا.